السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سلسله فيديوهات ماتريكس اند ويدج. اليوم نحكي على الكونسبت الثاني اللي هو السيركمفرنشال ميتاليك ماتريكس، اللي هو ميتاليك ماتريكس. كلنا نعرف ان الميتاليك ماتريكس بيها تو تايب، سيركمفرنشال يحيط بالسن دائره ما دائره، والسكشنال اللي يحيط بالسن من جهه واحده فقط. السيركمفرنشال والسكشنال ممكن نستخدم فور بوستيرير تيث مينلي فور امالجام، لكن ممكن نستخدمه انا بكيسات الكومبوزيت في حال جاي اسوي اني كيورنج فقط اوكلوجالي. من نحكي على سيركمفرنشال لازم نعرف انه اكو تو تايبس. النوع القديم كلش اللي كان يجيني بشكل انا رولة بيها يجي فلات ويجي كذلك ستريت، يجي ان تو ثيكنس. النوع الاول هو 0.03 ملم كثيكنس، والنوع الثاني هو 0.05 ملم ثيكنس. يجي ان تو هايس كذلك بارتفاعين، الاول هو 5 ملم استخدمه اني فور شورت كلينيكال كراون، والنوع الثاني هو 7 ملم استخدمه اني فور لونج كلينيكال كراون. هذا النوع لازم اني اقصه حسب الاحتياج مالتي، اجي اقصه واحطه بالريتينر. من راح اهذبته على الريتينر راح يعطيني هذا الشكل اللي هو سايلندريكال اسطواني. بعد ذلك اجوا اكتشفوا نوع جديد اللي يسمونه في شيبد اور البوميرانج شيبد ماتريكس، اللي هو نفس العصا مال ماوكلي. هذا اللي هو اليوم معروف باسم التوفل ماير ريتينر. هذا التوفل ماير اللونج مالته 7 سنتيم، الويث مالته بعد حسب الكراون سايزز اللي عندك الموجود. يجي فلات بشكل في شيبد ويجي بشكل بي بروجكشنز موجوده على الانترنال بوردرز مالته. هاي البروجكشنز تفيدك في حال مالتك الكافيتي بريبريشن مالتك الجينجايفال وول مال كافيتي رايحه كلش سيرفايكالي، رايحه ديب جينجايفالي، فهذا يمكن لك انه استخدم بهيج كيسات. والا في حال اني الكيس مالتي ما رايح ساب جينجايفالي نيد تو بي كات، احتاج اقصن بالسيزر لان هذني ممكن يسوون تروما للجنجيفه. اذا انا من اجل اثبت السيركمفرنشال توفل ماير على الريتينر مالتي اللي هو توفل ماير ريتينر، لازم تكون هذا الانترنال ايدج فيسينج ذا سيرفايكال اريا، فيسينج ذا سيرفايكال ريجن، فيسينج ذا جنجيفا. اذا سويت بهالطريقه راح احصل على فانل كون شيبد ماتريكس. اذا اجي اقارن هسه بين التوفل ماير والنوع القديم راح اشوف انه التوفل ماير قاعد يكبس، كانما يكبس التو ستراكشر من جوه، فهذا قاعد يعطيني اني بيتر ادابتيشن وبنفس الوقت يقلل الريسك اوف اوفر هاند. لهذا احنا اليوم كيسات الايزوليتد توث عندي كلاس 2 بسن ما بي ادجست، انا ما استخدم وجه لان ما اقدر استخدم وجه ما عندي ادجست، فممكن التوفل ماير يفيدني بحيث يعطيني بيتر ادابتيشن ويقلل فكره الاوفر هاند. كذلك انا اليوم موجود عندي ديسبوزابل ماتريكس باند سيركمفرنشال، هذا هو الاومني ماتريكس. الفكره من عنده انه ديسبوزابل ويجي الريتينر منه وبيه، فما راح يقلل، فراح يخلصني من مشكله الريتينر والباند اللي ما تقعد عندي عدل. يتحرك بالاتجاهين يمين يسار حسب السن الموجود عندك. وكذلك موجود بنوع ترانسبرنت يفيدني فور كومبوز ريستوريشن. وهذا النوع ديسبوزابل اللي هو يجي من جهه واحده فقط اللي وايد يوز عندنا اليوم يسمونه برو ماتريكس، بعد ديفرنت سايزز اكوردنج تو ذا كولر كود. وعندي نوع يسمونه ريتينرلس سيركمفرنشال ماتريكس مثل اوتو ماتريكس من شركه دن سبلاي، هذا يجي وذاوت ريتينر، يجي احطه على السن ويحضن للسن اضبه بدون ما استخدم ريتينر، يفيدني في كيسات انا عندي استخدم رابر دام والسن الجاي اشتغل به هو نفسه حاطه انا كلامب، فبالتالي انا ما اقدر استخدم باد، فممكن يفيدني الريتينرلس. وشكرا.